السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان لكم تابعوا فينا من خلال الجزائر يا ثالثة. هذا عدد جديد من برنامج يس شباب. لامين زلاق دائما معنا في كل انواع البرامج الخيريه وغير الخيريه. اليوم جبناه كشاب جزائري وعندكم مشروع شباب راح نتكلموا عليه فيما بعد. لامين زلاق من جمعيه سيدرا، مرحبا بك. مرحبا بك عماد، شكرا على الاستضافه ومرحبا بمشاهدينا الكرام، وان شاء الله نقضيوا سويعات نمكنوا من معرفه ما يقوم به الشباب الجزائري ان شاء الله بطريقه ايجابيه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. كذلك زلاق، جمعيه سيدرا دائما نشاطها متواصل، وانت قلت لي لما بديت تبوستي على الانستغرام عييت من كثره النشاطات اللي درتوها. اخر نشاط اللي حضرت فيه انا هو المرسم. لو كانت قلنا وشنو هو المرسم هذا باش ما تفهموش من المرسم، كلمه المرسم. المرسم اولا هو يعني كلمه شعبيه جزائريه، يعني يتداولها الشعب الجزائري بصفه عامه، خاصه في يعني في الموسيقى الشعبيه. فالمرسم كمعنى هو يعني مكان للقاء. حبينا احنا كجمعيه سيدرا يعني يكون عندنا مكان وين يسمح للشباب الجزائري انه يلتقي ويبدع ويفكر وينتج يعني مشاريع على مستوى الاقتصادي، على المستوى الجمعوي، على المستوى الثقافي. المهم هو مكان متواجد على مستوى المركز الثقافي الخضر الباح في بلدية محمد بلوزداد، متاح للشباب الجزائري يعني بصفة دائمة طوال الأسبوع وكذلك خلال عطلة أيام الأسبوع. ويعني هو مكان يسمح أنه يلتقي الشباب يتعلم فيه، فيه يعني عدة مبادرات، دي وركشوب، يعني فيه أيضا ورشة عمل، فيه دي فورماسيون، يعني فيه تريننج في عدة مجالات للشباب. وهو كذا وكذلك يعني كاين مكان لي يسمح للشاب باش يجتمع مع زملائه ولا اصحابه لكي يفكروا في بلاصه يلتقوا فيه، مكان يتلاقوا فيه وبحريتهم وبفكر الشباب واحلامهم يطوروها من خلال الالتقاء تاعهم. انا زرت المرسم، وكلمه المرسم يعني يقول لك نتلاقاو في ذاك المرسم. ما احنا نتلاقاو في هذا الروبورتاج اللي زرنا جمعيه سيدرا في المرسم، وتلاقينا بواحد النشاط تما، يعني نشاط مهم جدا بالنسبه للشباب. نشوفوا هذا الروبورتاج ونعاودوا نوليو، بقاو معنا. مدخل المرسم يلجه الكثير من الشباب، كل باهتماماته وكل بتوجهاته، المهم يجدون فيه بغيتهم المنشودة. جمعية سيدرا أنشأت هذا المكان ليس فقط لاستقطاب الشباب، بل لإبراز أفكارهم وأحلامهم وطموحاتهم، كما هو الحال مع Top for You. قد تبدو كلمة إنجليزية لا تعني الشيء الكثير، ولكنها أكثر من ذلك، فهي حلم يتحقق ولو في بدايته. Tomorrow's Opportunities Project، حلم به الشباب ونفذه شباب لا يتجاوز عمرهم 25. We had the chance to collaborate with Bipos Public Speaking Team and STEM Center on our World Learning Algeria. So that was our first season. ياسين حلالشي، 20 سنة، طالب في القانون العام في الجزائر العاصمة، ومدير التنفيذي ومؤسس لبرنامج فرص الغصب Top for Youth. يعني نقدر نشوفوا أنه أغلبية الناس يعني اللي تشارك في برامج يعني تحوس غير على جال سيرتيفيكا، هي سماش باكم دونك هاد لي ديبلوم ولا تخليها عندك في الدار وما تبارطاجيش افيك لا كوميونيتي تاعك، دونك هذاك لي ديبلوم يوغا با، ما عندوش فريمون اون فالور. وسي بيان اوسي دو بارطاجي نوتر اكسبيريونس دي لي جون امبيسيو. تورينهم واش كاين الفرص، يعني كيولوا طلبه جامعيين، خاطر قبل ما يجوز الاوان من الان راهم طلبه. ف
في الثانويه يقدروا يوجدوا روحهم يحسنوا من مستواهم في اللغه الانجليزيه باش هذه الفرص تجيهم سهله وان شاء الله يقدروا يروحوا لنيفو انترناسيونال. انا عبد الكريم بريزيدون تاع لورغانيزاسيون اي سيكين بليدا و اورغانيزاتور تاع نازا سبيس ابس تشالنج اون الجيري. جي تي انفيتي لهذا لو بروجي توب pour présenter le space tourisme et l'impact de l'eau à l'industrie. Ils sont vraiment jeunes. Gert parce que علاش à leur âge انا كنت حاس بهذا البزوان انه يكونوا اكزيستي في ديزيفينمون كيما هكا حنا نسمعوها بزاف وين ما عطاوناش ما داروناش ما مي جو تروف با كو في لو موند اكطوال اذا حاب تكون كومبيتيتيف انك تبقى تتكل يديروا لك ولا في الدنيا دوكا كيما راهي راهي تتطور باستمرار يسمى لا ماجوريتي دو طون ما تصيبش اللي يديك ويوري لك الطريق و سي تو تافي نورمال باسكو بروبابلومون واحد ما عارف اون سول طريق يقدروا يتبعوها كاع الناس دونك بور مو انا الفو تسيي تبقى تسيي 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 سي با غراف سي تا با دي ريزولطا ديها يعني جزء من العمليه باش توصل لوين راك حاب سي جي توب فور يوث تي او بي 4 اي او يو تي اش تلقاونا في لي ريزو سوسيو بوزيونا لي كيسيون نوري لكم كيفاش تقدروا ترجعوني لو بروغرام. اذا كانت هذا المرسم وحنا كي زرنا المرسم انا زرت المرسم لقينا هاد لاكتيفيتي اللي هي توب فور يوث شنو اللي كلامي باختصار لو كان تقول لنا حنا شفنا هذا النوع تاع الشباب اللي راهم يجوا للمرسم شكون هو لو كان تحصر للشباب نوعيه الشباب اللي راه يجي للمرسم هل الشباب على باله شو حاب ولا يجي يجوز وقته تما يشرب جو ويقصر مع اصحابه ولا على بالهم شو حابين لما يجوا ويدخلوا من الباب تاع المرسم تاع جمعيه سيدرا لا يعني حقيقة شفنا مثال تاع ياسين حلاشي شاب مليء بطاقات الإيجابية ويعني وعنده إرادة وراه حاب يعني كما يقول لك راه عالم بالمشروع تاعه فهناك شباب عالمين وعارفين مع العلم أنه عمرهم ما يتجاوز 22 سنة بالضبط أغلبهم يعني الكبير فيهم 22 سنة بالضبط بالضبط ويعني المرسم سمح له وجمعية سيدرا سمحت له أنه يقدر يحول الفكرة تاعه من فكرة إلى عمل ميداني وقدر يجمع مجموعة من الشباب ويحقق يعني الحلم الأول في تحقيق يعني اللي يحبه هو اللي هو تعلم اللغة الإنجليزية ماشي كلغة فقط لكن لغة اللي توصلك للخدمة وتلقى العمل بها في المستقبل نحيي ياسين حلاشي وخوه والعائلة نتاعو أنا فرحت بزاف اللي شفت الأم تاعو والأب تاعو يشجعوه كل عائلة تما تشجعوه لأم دايرين فيه الثقة وهذا هو الشيء اللي يحبه الشاب الجزائري أنه تدير فيه الثقة باش ينجح في كل المشاريع تاعو نخلى من زلق المرسم فيه بزاف نشاطات شباب كاين بزاف شباب عندهم افكار كيفاش نقدروا نزيدوا نخرجوا الافكار تاع شباب اكثر دوك شفنا حلال شي دار مشروع تاعو وعلى الاقل قاس النتائج تاعو الاوليه شباب واحد اخرين ما يعرفوش كيفاش واش يديروا وين يروحوا ويجوا لجمعيه سيدرا كيفاش نقدروا نوجهوهم وهذا هو الهدف من المرسم انه هو ايضا يرافق هذا الشباب في تكوين جمعيات لانه مهم جدا اليوم الشباب يتنظم داخل منظمات داخل جمعيات باش يقوي المجتمع المدني الجزائري ويطور من عمله على المستوى الخيري ولا على المستوى الثقافي وعلى مستويات عديده ولو الاقتصادي ايضا ف هناك يعني متطوعين هناك ايضا يعني من جمعيه سيدرا يقوموا ب يعني مرافقه هؤلاء الشباب واعطائهم نصائح واعطائهم يعني كل الامور الايجابيه ولا كل الامور الاداريه التي يجب ان يتحلوا بها وان يقوموا بها وايضا جمعيه سيدرا يعني قامت بانتاج دليل في إطار مشروع آخر ومشروع شارك دليل فيه كل الأمور التي يجب على الشاب أنه يعرفها لكي يعمل ويطور ويكون جمعيته أكيد. خاصة على المستوى الإداري مرورا بقانون الجمعيات التي نتعامل به في الجزائر مرورا بكيفية يعني التعامل الإداري والتعامل المالي داخل الجمعية لأنه مهم جدا اليوم أنه العمل الجمعوي يعرف
تطور ونوعية يعني ويعمل كأنها مؤسسة اقتصادية. الله يبارك. ما نبقاوش دائما غير في جمعية سيدرا كجمعية، أنتم رحتوا المجال واحد آخر اللي هو مجال الإعلام وإنتاج الحصص على القنوات اللي موجودة في اليوتيوب. شباب طايم باختصار سيكوا شباب طايم وشنو هي شباب طايم؟ شباب طايم جاء لأنه هناك يعني نقص فادح في المحتوى الإيجابي للشباب الجزائري على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الانترنت عامة بالنسبة ما يخص الجزائر، لأن لذلك يعني جاءت فكرة أنه نقوم بعمل يعني سمعي بصري، سلسلة من 18 حلقة تقوم يعني بإعطاء إرسال يعني رسائل إيجابية، وتعطيك أيضا من خلال لمحة شباب حقيقة شباب. لمحة إيجابية عن طريق شباب يعني لتواجدوا فوق الميدان وكانت يعني مشاريعهم ناجحة ومشوارهم كان حافل بالنجاحات لإعطاء يعني صورة جيدة. ويعني نبعدوا عن الصورة النمطية السيئة التي يعني تندولوها على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي على الشاب الجزائري. ما نعرفش مش عارف إذا واجدين لقطات جميل، نشوفوا شوية لقطات من شباب طايب. واجدين نشوفوا هذه لقطات من شباب طايب ونعاودوا نولوا اللي تشوفوها على اليوتيوب. نشوفوا شباب طايب. لو تشالنج لي جورنالي قلال اللي كانوا مراهنين عليا. ما تأمنش بحاجة اسمها فشل، وما تأمنش بحاجة هو انت وحدك تقدر تصنع النجاح. صح قالوا لنا بدا نسيق داخل مخي. يفو بوكو ترافاي دو كوراج لا بيرسيفيرونس اي دو ريف. يفو avoir l'audace de faire le premier pas. N'attendez pas à ce que les choses soient faites pour vous. Commencez à les faire. Les jeunes en général, oui, ma conto, faut juste y croire. On a beaucoup de temps devant nous. On est là et on n'est pas là pour rien. Il faut avoir confiance en nous-mêmes et saisir les opportunités. Donc il faut arrêter de croire qu'il y a des chemins tracés. Et se limiter à une langue, c'est vraiment se limiter à du savoir. À la fin de sa vie, il regrette plutôt ce qu'il n'a pas fait que ce qu'il a fait. Dans 10 ans, Inch'Allah, Inch'Allah, nous allons voir dans le cadre. إذن هذا هو شباب طايم، كل واحد بالفكرة نتاعو، كل واحد بالأمل نتاعو. الكلمة الشابة الأخرانية أنه ماشي على 10 سنين، منا الغدوة نتمنى ونعيشوا في دولة القانون. هذا هو الشيء اللي يحبه كل شاب جزائري، إتقان في العمل. ونتمنى في يوم من الأيام تكون شباب طايم هنا في على التلفزيون الجزائري، ماشي فقط على اليوتيوب. هذا الشيء يشرف كل شباب جزائري، أنه العمل الإعلامي ماشي محصور فقط في قنوات أو في تلفزيون. كل واحد يقدمه بالشكل اللي يحبه، لكن فقط في احترام المشاهد والمتلقي. من واش قلنا في الختام باختصار للشباب الجزائري؟ والله يعني الإرادة والعمل والاستمرارية في العمل والحلم لتحقيق وثبة لوطننا العزيز إن شاء الله. وثبة للمجتمع الجزائري. سنواصل احنا كجمعية سيدرا في اكتشاف شباب وفي يعني إنشاء جمعيات أخرى والعمل مع جمعيات أخرى، وسنعمل على تطوير قدرات هؤلاء الشباب ونرافقهم إن شاء الله للأحسن إن شاء الله، ولي يعني مزيد من التألق في حياتهم إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك لامين زلاق المكلف بالإعلام لجمعية سيدرا. رفيق